سافا قريب يعني الساعة 5 ما هي معنا عسى طيب يلا دونتي فريز بليز معهم 5 و5 جيبك نقطة ويسكي وبسبب النعس منصير نلفظ كلمات خارج النص نحنا ما منعرف من وين اجت والنقد الخالي من الابتذال ما بتلاقوه الا ما بعرف ساعة واحد نج وين أنا مجيد مساء الخير أنا طول الأغنية يلي خضت البلد اللي بطت الخبز منك سامع المثل اللي بيقول فصير وفصحامة تعرفها لسارين عبد النور ولا بعرف تاكلها شامون رجعنا معكم ومنرحب بالتجديد طبك مش احسن من طبي هبك بيو هبك تيز ملحم كل يوا ضيفنا الليلة هو حنا غريب مثل غير ولكن ليلة بحلقة بس ديمقراطية ليلة بحلقة ديمقراطية غبك طلبي وطلبك غبك غب عندي جبنة قلتلكم بدي لكم عندي جبنه قلتلكم عندي جبنه هلا تابت بكون عم بلبت الحيطان اللي هو وبنوكو عم بنوكو هالشعب المعطر لما يشكل السيد تمام سيد تمام سوري مع بصمه وف مع بصمه ما طلعت سوري لبك حلو يعشق لبي حل يا استاذ ملحم تدي موزيك مساء الخير انا طول المبنى المواطن الهندي سيتنام جوجوز جواتي ومرات اذا مش نحن غلبطنا عطسة المخرج بتوقف التصوير شو بدنا بحقول النص اسمع او سالت حدا منا مساء الخير وشكرا لك حلو عودة لهون حلو ولكن ما حدا قد زميلنا مجيد بخلينا نعيد ويا منى قلبي لو بتغيروا على مخال الطاير مجيد عم نصور ما وقفت شرب المجيد مجيد مش عارف وجاي ايه اخر محطة اعلانية ومن بعدها شوفوا شو عاد لكن مجيد شو مهضوم عم نسجل ناصر مجيد بس تيهدى مجين عم لحظة لا يتفقوا لا يتفقوا بس علي وهلأ منرحب بضيف مجيد قتل شو صار مرات عقد ما منعيد بنشف حلقنا وما بيترتب إلا بالتود حضرتك هددت إنه في إش وبتعمل انهيار للعملة صور لبعض ولكن كلمة حق تقال ما في شيء بخليني أفرط من الضحك مرات إلا التقليد المذهل يلي بيأديه زميلي جنبو جدعون لشخصية الضيف مثل ما خبرناكم ببيت كلهم بيقولوا لي ايش بتطلع الفرطة عودة لنتابع بس بيتوت ما طيب يا حب طرف عيني هل صحيح انك ليك جامطيله شرب بقشره بيعمل مثله